الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا كان عندك مشكل في التحصين، يعني تخترق بسرعة، العين، السحر، الإرهاق، الخمول، هذه الإرهاق والخمول كله من العين، والتعب النفسي والتعب يعني العين يوميا، والحسد، حسد الناس يدمرك، فعليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أقل عدد هو 100 مرة في الصباح و100 مرة في الليل، ولكن إذا أردت أن تجتهد فيه وتحس بفرق شاسع تقوله 1000، أو بالساعة كما نقول دائما تقول بالساعة، أو ب يعني 30 دقيقة و40 دقيقة، وإذا أردت أن تقوله عدد أقل 100 مرة في الصباح و100 مرة في الليل للتحصين بإذن الله. أسهل عدد وأقل عدد لهذا الذكر تقول 100 في الصباح 100 في الليل، تتحصن من العين والسحر والجن والشياطين والإنس كذلك إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.